بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبايأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهذه المجالس تحضرها الملائكة وتنزل فيها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها عنده في الملأ الأعلى. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بإتمام كتاب في العقيدة. وهذه والله يا إخوة يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يدرس الإنسان كتابا حتى يتمه إلى آخره. يعني هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما اليوم، أنا يعني صراحة كنت يعني متردد ومحتار، يعني عن ماذا نتكلم؟ هل نتكلم عن أحكام الصيام الفقهية، ولا نتكلم عن ماذا نعمل في رمضان كما طلب البعض؟ فكنت قد أعددت ويعني جهزت معي كتابا في أحكام الصيام، وهو كتاب جاري على طريقة السؤال والجواب كما أخذنا في العقيدة، يتكلم عن أحكام العبادات من أول الطهارة إلى المناسك، يعني إلى الحج، ومنها أحكام الصيام. ولكن دعونا يعني نبدأ بمقدمة عن ماذا نفعل في رمضان، وعن فضائل رمضان، وكيف يغتنم المسلم رمضان كما طلب البعض. وإن تبقى وقت دخلنا في الكتاب، وإلا نؤخره ونرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أولا، كما هو معلوم، رمضان يعني فرصة من الفرص ومنحة من المنح التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فشهر رمضان لو شبهناه بالبحر، ودخل هذا البحر جميع المؤمنون في سفينة من السفن، ولكن المؤمنون متفاوتون، فمن المؤمنين من هو صياد ماهر وغواص مغوار يستطيع أن يستخرج لآلئ البحر والدرر، ومن المؤمنين من هو أقل منه خبرة وأقل منه علم ودراية، فلم يستطع أن يستخرج من الدرر واللآلئ مثل ما استخرج صاحبه الأول، ومنهم من هو دون منزلة عن هذين الاثنين، فاستخراجه ضعيف واغتنامه لهذا البحر بسيط، فخرج منه بعدة بسيطة جدا. ومنهم عياذا بالله من أخذه البحر وأغرقه، فهؤلاء أصناف المؤمنين في رمضان. فرمضان كالبحر، المؤمن الفطن هو الذي يستطيع أن يستخرج اللآلئ والدرر من هذا البحر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا يكون بالعلم وبالدراية، أن يعلم ما هي فضائل هذا الشهر وكيف يغتنم هذا الشهر. رمضان أولا هو فرصة للمغفرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب الشياطين وفتح أبواب الجنان. الله سبحانه وتعالى سلسل الشياطين وصفدهم، أي سلسلهم، فما استطاعوا سبيلا على المؤمنين كما كانوا يستطيعون قبل رمضان ولا بعد رمضان. إذا جاء رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب السماء، ونادى مناد: يا أهل الخير
أقبل، أو يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا هي فرصة عظيمة للمغفرة من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر، كل الذنوب ما دون الكبائر سيغفرها الله لك بدخولك في شهر رمضان. ولكن في ضوابط معينة سنعلمها كي تحصل على المغفرة. هذا أول أمر. يبقى الهم الأول للمؤمن أن يجعل همه في المغفرة، أن يغفر له في هذا الشهر. الأمر الثاني أن رمضان فرصة للعتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة، وليس في العشر الأواخر فقط كما هو يعني يظن بعض كثير من المسلمين. الحديث المكذوب أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل رمضان هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة وعند كل فطر، كما ورد في بعض الروايات لله عتقاء من النار عند كل فطر. فإذا رمضان فرصة للعتق من النيران، وكفى بها فرصة. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، زحزح كده عن النار فقط، وأدخل الجنة فقد فاز. كونك إنك تعتق من النار هذا فوز، هذا فوز. فإذا الهم الأول هم المغفرة، أن يغفر لي ذنوبي. الهم الثاني أن أكون من المعتوقين من النار، من العتقاء من النار. الأمر الثالث، لو لاحظنا أن رمضان اجتمعت فيه عبادتان عظيمتان. العبادة الأولى عبادة الصيام، والعبادة الثانية عبادة القرآن، أي القيام. والقيام فيه قرآن. نلاحظ أن المغفرة رتبت على هاتين العبادتين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان بالقرآن، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا المغفرة مترتبة على هاتين العبادتين. لماذا؟ أولا الصيام. الصيام كما قال أهل العلم يعني يضيق مجاري الشيطان عند الإنسان. سبيل الشيطان على الإنسان سبيل ضعيف. أضف إلى ذلك أنك في شهر رمضان سلسلت فيه الشياطين. فالشاهد أن نفس المؤمن تكون خفيفة وروحه عالية. فإذا تلا القرآن زاد إيمانه أكثر فأكثر. طيب، ما المطلوب في هذا الوضع؟ المطلوب أنه يكون خفيفا للطاعة أكثر من مما هو قبل رمضان. لذلك تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما قال ابن عباس. لأن جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان، صائم ويأتي جبريل يدارسه القرآن، فنفسه خفيفة. الطاعة خفيفة عليه، الصدقة خفيفة عليه، القيام خفيف عليه، قل ما شئت من الطاعات. فاجتمع في هذا الشهر هاتين العبادتين العظيمتين. الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا يا رب؟ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الإنسان يتقوى بالطعام والشراب، صح؟ تركت سبيل القوة، وأيضا عنده شهوة وغريزة ركبت فيه وهي شهوة الجماع، ترك هذا كله. فإذا حال هذا العبد أنه ذليل مسكين متمسكن وضعيف. فإذا إذا قال له الملك سبحانه وتعالى: يا عبدي افعل، سيفعل. هو ترك أعلى شيء يتقوى به في حياته، الطعام والشراب، وترك الشهوة التي ركبت فيه غريزة الجماع. إذن هذا العبد يكون طريق العبودية له سهلة. فسبحان الله،
تلقى الصوم في هذا الشهر الفضيل، تلقى نفسك في الصيام خفيف لهذه المعاني. فإذا تركت هذا كله لله، رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا أحد يجزي على الصيام، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أجر الصيام وأبهمه دلالة على أنه أجر عظيم لا يعطيه ولا يقدره إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم العبادة الأخرى وهي القرآن. لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الفضيل بنزول القرآن فيه؟ إشارة إلى مزيد اهتمام ومزيد عناية بهذا الكتاب المبارك الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه بركة ليدبروا آياته. فالصيام والقرآن عبادتان مجتمعتان في هذا الشهر، ولهما موقف يوم القيامة مع بعضهما إذا لازمهما الإنسان، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفع. ويقول القيام: يا ربي، أي القرآن، يعني يقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. فالصاحبان الصيام والقرآن اللذان ارتبطا في هذا الشهر ينفعانك يوم القيامة، يشفعان لك يوم القيامة. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به، ولا يكون الرجل من أهل الشيء إلا إذا كان ملازم له ملازمة الأهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما يوم القيامة من حرارة الشمس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رتب فضائل على مصاحبة القرآن. تلقى في بعض الأحاديث أن يقال صاحب القرآن: ولا يكون الرجل صاحب للشيء إلا إذا لزمه ملازمة العمر. فالشاهد أيها الإخوة أن رمضان مدرسة صيام ومدرسة قرآن. فهذا الشهر لابد أن أوطن نفسي أن يكون لي فيه إنجاز. أنا مثلا كنت أقرأ قبل رمضان جزءا في اليوم ولا أقل من جزء في اليوم للمسلم الذي يريد الله ورسوله، لا أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأه في شهر. ده أقل حاجة، أقل شيء يقرأه المسلم في شهر. حتى قال الفقهاء: يكره ترك ختم القرآن لأكثر من شهر، وقالوا أكثر شيء 40 يوما، يكره تكون ارتكبت مكروه لك ختمة في الشهر أقل شيء. إذن أنا عندي ختمة في الشهر، لازم بعد رمضان أزيد، يكون عندي زيادة ختمتين في الشهر مثلا، لو داومت عليها فترة يكون عندي 3 في الشهر، وهكذا. لأن قراءة القرآن تزيد من الإيمان لا شك كما قلنا، والإيمان إن لم يزيد فهو في نقصان، الإيمان إن لم يزيد فهو في نقصان، ولا يعني شك في ذلك. فعندي أنا خطة في رمضان: أولا هم المغفرة، أن يغفر لي ذنوبي، ولكي يغفر لي ذنوبي لابد أن ألتزم الصيام كما أمر الله به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الله سبحانه وتعالى يطلب منك ترك الطعام والشراب وفقط، يريد منك ترك ما هو أعلى من ذلك، وهو أن تحفظ الحرمات، حرمات اللسان، حرمات اليد، وحرمات السمع، وحرمات البصر.
فإذا تأدبت بآداب الصيام غفر لك في شهر رمضان، كونك دخلت هذه المنحة الربانية والتزمت فيها بالآداب يغفر لك بإذن الله تعالى. إذن عندنا المؤمن الغواص الماهر لا يفوت لحظة في رمضان إلا وهو في طاعة من الطاعات، إما هو طبعا صائم، إما في ذكر لله أذكار الصباح أو المساء، وإما في تلاوة للقرآن ملازم للقرآن، ملازمة الصاحب لا يتركه، ويكثر في رمضان من الختمات. وإن أشكل عليه كلمة يرجع لمعنى الكلمة ويرجع لتفسيرها من التفسير المعروفة. وإن كان عنده شيء من القرآن يحفظه فليراجع، فرصة للمراجعة. وقيام الليل، قيام الليل في شهر رمضان يعني من الأشياء المهمة في رمضان، وكثير من الناس قد لا يدرك يعني هذا الأمر، أنه ربما يصلي نصف التراويح مع الإمام ويخرج وينصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كأنك هذه الليلة كلها قائم. أضف إلى ذلك أنك صليت العشاء في جماعة، كتب لك كأنك قمت نصف الليل. وستدرك الفجر إن شاء الله لأنك قد تسحرت، سيكتب لك قيام ليلة كاملة. وفي النصف أنت، وفي المنتصف أنت صليت التراويح مع الإمام حتى انتهى، كتب لك قيام ليلة. ما شاء الله، هذه كلها فضائل، وهذه كلها كنوز ودرر. وأيضا يعني من الأمور المهمة في شهر رمضان، بعد قلنا الحرص على المغفرة والحرص على العتق من النار وحفظ السمع والبصر واللسان والإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل مع الإمام في صلاة التراويح، من الأمور المهمة في رمضان. المؤمنون في رمضان مستقل ومستكثر في هذه العبادات. بقي لنا صنف من أصناف المؤمنين عياذا بالله الذين يغرقهم هذا البحر، بحر رمضان. من هو هذا الصنف؟ هذا الصنف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر. لماذا قال النبي ذلك؟ وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أحد، إنما شدد في هذا الموطن. لماذا؟ لأن فعلا المغبون والخسران هو الذي يدخل شهر رمضان ولا يغفر له. الخسران فعلا الذي يمر على هذه المنح الربانية كلها ولا يخرج بمغفرة ولا يخرج بعتق من النار. فهذا الصنف هو الصنف الذي سيغرق عياذا بالله، يعني نعوذ بالله من هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام، وأن يجعلنا فيه من العتقاء ومن المغفور لهم بحوله وقوته. بقي معنا وقت ندخل في شيء من أحكام الصيام. طيب إن شاء الله الأربعاء القادم نتكلم عن شيء عن أحكام الصيام في سؤال وجواب إن شاء الله، يعني نأتي على أحكام الصيام كاملة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.